بسم الله الرحمن الرحيم. أريد نشوف السبامرز، السبامرز أو يسميها سبام فارمينج، سبام فارمينج. السبام هو شنو؟ السبام هو البريد العشوائي أو اللينك العشوائي أو الصفحة العشوائية أو الصفحة الغير مرغوب بها. واحد من الأهداف يقول one goal become the domain search engine sparse began to work out way to flow Google. يعني جوجل هو سيطر، بس يعني أكو حوالي نسبة 10 إلى 15% من البريد هو عشوائي. فالسبام فارم were developed to concert page rank on a single page. يعني احنا نريد نركز على البيج رانك. هو شو يسوي السبام؟ السبام يسوي له مثلا عقدة او يسوي له صفحة، هاي الصفحة يسوي بها لينكات هو حتى ينطي اهمية لها، حتى الجوجل مثلا او فد شيء يعتبرها فد صفحة مهمة حتى يزيد البيج رانك مالها. طيب اللينك سبان هو created link structure that bootstrap page rank of particular page. يعني مثلا هذه البيج هي احدى البيجات اللي هي هنالك ثلاث انواع، three kinds of the web page. هو الانسيبلتي بيج هذا ما يقدر يوصل للسبار، السبار ما يقدر يوصلها. هنا نسبته يقدر يوصلها، ويتعامل وياها ويسوي لينك وياها. زين والاوان هذه هو مسيطر عليها، يعني هذه مالته. فالهدف هو انه نسوي ماكسمايزيشن للبيج رانك. تي هي هذه، هي هاي نريد نسوي لها ماكسيمم بيج رانك. البيج رانك هو احنا عندنا ثلاث اشياء، هو الانسيبلتي هذه وهي بياناتهم يعني روابط او لينك، وكذلك السبل هذه يقدر يتواصل وياها هو هذا العشوائي، وهاي التي وهذه واحد الى ام من الصفحات، يعني خلينا نقول الى ام او مليون اوف فريم. طيب get as many link from a separate page as possible target to T وconstruct link from اكو link from اكو link جاي، يعني هذا اكو لينكات وهذا لينكات وهذا T. طيب احنا شو نريد نسوي؟ احنا نريد الواي اللي هي بهذا اللون، اللي هذا اللون الواي، هاي اللون الواي. المن الواي هو معناته شنو؟ معناته البيج رانك لهالنقطة، هذه البيج رانك لهالنقطة. فكيف نوجده؟ اللي هو مضروب بالبي واي على ام، الام عدد الصفحات هاي، واحد على بي ان، الام العدد الكلي، وهذا هو البيج رانك. والبيج رانك مالت ذول اللي باللون الازرق بلو هو قيمة الاكس. فالواي يساوي اكس زائدا بي ام او واحد ناقصا بي ام ان، لكن هذا هو تابع لمن؟ تابع لهذا الام، تابع لهذا الام. اذا راح يكون بهذا الشكل، راح نختصر المعادلة وراح نطلع لنا بهالشكل. هذا هو قريب للواحد، فهاي اقل من واحد وهذا كبير، فهذا يلغى يكون كلش صغير. والواي يساوي ان اكس واحد ناقصا بيتا سكوير على سي في زائد سي على ام ان سي اللي هو هذا المقدار. طيب هذا اذا كانت البيتا 0.85 فيطلع هذا الرقم اللي هو موجود هنا 3.6 multiplier effect for a square range page rank by making m large. نسوي m large اللي هو هذا m large. We ask why as large as we want. يعني احنا هذه الصفحة نقدر نكبرها كل ما نزيد هذا الام. طيب لهنا نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.